تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نتابع فيها بعض مقالات الرأي والتحليل التي نشرت في الصحف العراقية العربية والدولية، بالإضافة إلى خبر منوع ورسوم كاريكاتورية. والبداية مع عناوين الصحف لنهار اليوم. صحيفة المدى تعنون: رزازة تقترب من الجفاف وأسماك ميتة تطفو على سواحلها. في موقع ألترا عراق نقرأ: برهم صالح يعلن التمسك بولاية ثانية في رئاسة الجمهورية. يقين نت تعنون: الأمم المتحدة تحذر من العنف الاجتماعي المتصاعد في العراق. إلى صحيفة القدس العربية: الأمم المتحدة، سفير الروسي يوبخ سفيرة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ويذكرها بغزو العراق. في غارديان: جونسون رئيس وزراء بلا حياء، وتمسك حزب المحافظين به إهانة لبريطانيا. في موقع عربي 21 أمنستي تنشر تقريرها الكامل حول الفصل العنصري الإسرائيلي. وأخيرا في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: بيجاسوس سلاح خارج عن السيطرة وليس رصيدا دبلوماسيا ويجب الحد من انتشاره. أهلا بكم. يقول الكاتب علي حسين: كنت أتمنى ألا أعود إلى الكتابة عن مجلس النواب العراقي، لكن ماذا أفعل يا سادة ومجلسنا الموقر احتفل أمس ببلوغه سن 17 ولم يتبقى سوى عام حتى يبلغ سن الرشد، وربما عقود مظلمة حتى يبلغ سن العقل. يقول الكاتب: منذ 17 عاماً ومجلس النواب يتردد في خطواته لأنه يرى في العجلة الندامة، فماذا يعني إذا تأخرنا في مجال التعليم والصحة وارتفعت نسبة الفقراء وضربنا الأرقام القياسية في الرشوة وسرقة المال العام وانتشار قاذفات العشائر؟ المهم أن تترسخ الديمقراطية التي تسمح لأعضاء في مجلس النواب ممن لا تتخطى أقدامهم عتبات قبة البرلمان أن يحصلوا على الراتب والمخصصات ومكافأة نهاية النوم. الابتعاد عن كرسي البرلمان قلق، أما مأساة ملايين العراقيين فمسألة فيها نظر. خسر البرلمان ثقة معظم العراقيين وأداروا له ظهورهم في الانتخابات الأخيرة، لكن أعضاؤه لا يزالون يوزعون الشعارات والخطب في الفضائيات. وكعادة القادة المنتصرين فإن عالياً صيف وهي تجلس على الكرسي منذ 16 عاماً متنقلة من القائمة العراقية إلى القائمة البيضاء لتستقر في دولة القانون، تنبهنا إلى أن أيام البرلمان الجديد حبلى بالمفاجآت طبعاً وبالصفقات أيضاً. وضعت القواميس تعريفات كثيرة لمعنى الاستحواذ والأطماع والفشل، لكن النائب العراقي يريد أن يجد تعريفاً جديداً للسلطة لا يتعدى مصطلح ما ننطيها، وفي معظم الحالات ليست سوى خراب وفوضى ومشاهد التهجير واستعراض عضلات. بلاد تحول فيها معظم الساسة إلى رموز وطنية في مواجهة محور الشر الذي هو الشعب بالتأكيد. وأضاف الكاتب أنه لم يعد في إمكاننا الصراخ بأننا بلاد علمت العالم الكتابة والقانون، لأن القانون الحقيقي هو في الحفاظ على كرامة الإنسان ولا تنتهي حياته في التسول وانتظار زيارة عطف من مسؤول أممي. في انتخابات 2021 أعلنها العراقيون بشكل عفوي وبسيط: لم تعد في الذاكرة مساحة للأكاذيب وعملية النصب، فقررنا عدم استقبال المزيد من النوام. عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قلقه من زيادة حالة العنف ضد النساء، موضحا أن العنف يهدد ثلث العراقيات. وقالت ممثلة الصندوق في العراق ريتا كولومبيا أن المسح الشامل لأوضاع الصحة الاجتماعية للنساء أظهر الحاجة إلى التدخل من أجل وقف العنف الذي يقوم على أساس النوع الاجتماعي، مشيرة في حديث لصحيفة الصباح الرسمية إلى أن المسح أظهر أن واحدة من كل ثلاث نساء في العراق معرضة للعنف. نتابع مقتطفا من تقرير صحيفة العرب الجديد حول العنف في المجتمع العراقي.
أشارت ريتا كولومبيا إلى وجود تعاون بين الصندوق ووزارة الصحة العراقية من أجل تحقيق التخطيط الأسري وتمكين المرأة، مؤكدة وجود مساعدات من دول مثل اليابان وبريطانيا والسويد في هذا المجال. وحذرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق من تسارع النمو السكاني في البلاد وتضاعف شريحة الشباب إلى أكثر من 60% من السكان، داعية إلى التدخل لوقف العنف القائم على النوع الاجتماعي. تابعت أن العراق يحتاج إلى العديد من التدخلات لاستيعاب الزيادة المتسارعة في سكانه، مضيفة: إذا ما تم الاهتمام بمواضيع تنظيم الأسرة وتمكين الشباب وتعزيز برامج الصحة الإنجابية، فقد يتمكن العراق من السيطرة على النمو السكاني واستثمار رأس المال البشري في التنمية والقفز إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وبحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط العراقية صدرت مطلع العام الحالي، فإن عدد السكان الكلي يقدر بنحو 41 مليون شخص، وعدد النساء يقدر بأكثر من 20 مليونا. ووفقا لتلك الإحصائية فإن أكثر من 6 ملايين امرأة عراقية معرضة للعنف بحسب الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل سجى محمد، والتي قالت للعرب الجديد إن ما تحدثت عنه ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق خطير، ويعني أن ملايين النساء قد يتعرضن للعنف في أي لحظة، سواء في المنزل أو العمل أو الشارع أو أي مكان آخر. ولفتت إلى أن العنف ضد النساء موجود في العراق ولا يمكن لأحد إخفاؤه، ودليل ذلك الجرائم المتكررة التي نسمع عنها والتي ترتكب على يد الأقارب في أغلب الأحيان. ارتفاع مؤشرات التلوث البيئي في العراق يهدد بكارثة إنسانية، حيث يعد التلوث واحدا من المخاطر الكثيرة التي تهدد البيئة العراقية. فالغازات السامة التي تنبعث من محطات الكهرباء والمصافي وغيرها من المنشآت الصناعية التي أصبحت بعد التوسع السكاني داخل التصميم الأساسي للمدن تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة وحياة الآلاف من المواطنين لقربها من مساكنهم ومطاعمهم وحياتهم اليومية. نشر موقع الهيئة نت تقريرا حول ارتفاع مؤشرات التلوث البيئي في العراق والذي يهدد بكارثة إنسانية. نتابع تفاصيل هذا التقرير في المقتطف التالي. تعاني معظم المحافظات العراقية من مخاطر كثيرة تهدد البيئة، لكنها ازدادت في السنوات الأخيرة مع عدم وجود حلول تذكر من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة التي انشغلت بملفات وأزمات سياسية أهملت معها هذا الموضوع الحيوي بشكل كبير. وبالتزامن مع الغازات المنبعثة من المنشآت الحيوية، ما يتم حرقه يومياً من نفايات بكميات كبيرة للتخلص منها، فضلاً عن الآلاف من المولدات الأهلية المنتشرة في كل مكان كبديل عن الكهرباء الحكومية التي لم تجد حلاً طوال أعوام رغم تخصيص مئات المليارات من الدولارات لإصلاح منظومة الكهرباء. فأصبحت هذه المولدات أحد البدائل التي لا تعتمد على الشروط البيئية والصحية، وتؤدي لسحب دخانية في سماء الأحياء السكنية. وفي هذا السياق أقرت وزارة البيئة في حكومة بغداد بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات التلوث البيئي في البلاد، مضيفة: هناك التزام ضعيف من قبل الوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالتعليمات البيئية باعتبارها المسببة الأكثر للتلوث. اعترف مسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا التي تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة في ملف الملوثات البيئية بأن الفساد المستشري وسوء الإدارة وعدم وجود تخصيصات مالية هي أسباب رئيسة ساهمت في تصاعد مؤشرات التلوث في البلاد، لافتا إلى أنه في السنوات السابقة كانت هناك تخصيصات مالية لعمل الفرق المكلفة بمتابعة الملوثات البيئية، لكن الفساد المستشري حال دون إنجاز المهام.
تتساءل الكاتبة هيفاء زنجنة، هل ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ خسارة الرئيس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية هو شكل من أشكال الشقاق المجتمعي من تصدع وانهيار للعلاقات، والذي طالما اقتصر على بلدان العالم الثالث؟ وإذا كان سبب الشقاق في العالم الثالث خاصة في البلدان العربية هو أمريكا، فمن هي الجهة المسؤولة عن بوادر ما يسمى بالشقاق الأمريكي المستمر حتى بعد تخلص من ترامب؟ أم أن أمريكا باتت تحصد ما زرعته في بلدان أخرى كما نرى من انعكاس لسياساتها في العراق؟ إن رصد انعكاسات سياسة زرع الانقسام في العراق لا يترك شكاً في قدرة هذه السياسة على استهلاك طاقة الشعب وإدخاله في دائرة مغلقة. السبيل الوحيد للخروج منها هو قدرة الشعب على البحث عن جذور الخلافات المزعومة داخل الدائرة. وجد بيتسون أن بعض السلوكيات الطقوسية إما تثبت أو تحفز العلاقة الانشقاقية في أشكالها المختلفة، وبالإمكان رؤية تطبيق ذلك في العراق منذ التسعينات تهيئة لغزوه عام 2003 وتطور ذلك تحت الاحتلال، حيث تم التركيز على تحفيز الانقسام بين السنة والشيعة مثلاً، مع تقليص الرغبة بشكل تدريجي من كل الجوانب لاتخاذ خطوات قد تساعد على تخفيف التوتر في العلاقة المتأزمة بشكل متزايد، خاصة مع قيام أحد الطرفين أو كليهما بارتكاب أعمال انتقامية تضخم تأثيرات التفاعلات السلبية السابقة والتذكير المستمر بها، لتصبح آلية التعامل اليومي مبنية على هوس نحن الأخيار وهم الأشرار وتجريد الآخر من إنسانيته لتسهيل عملية اجتثاثه. قد لا تكون أبحاث بيتسون الإنثروبولوجية العلمية نقطة الانطلاق الأولى لسياسة فرق تسد القديمة، إلا أنها ساعدت على أن يكون المفهوم ونجاحاته الاستراتيجية في مجالات متعددة في أنحاء العالم مادة تدرس. هل تحصد أمريكا الآن ما بذرته من شقاق في أرجاء العالم؟ تؤكد الدراسات والمقالات الصحفية أن هناك ما يشير إلى تطبيق ذات السياسة التي كانت أمريكا تنتهجها، ولكن هذه المرة من قبل أعدائها، حيث يعزى صعود السياسات المتطرفة في أمريكا وأوروبا الغربية إلى سياسة مدفوعة من قبل روسيا والصين والعديد من الجهات العدائية الأخرى التي يمكن أن تستفيد من الطريقة الفعالة من حيث التكلفة لإضعاف الأنظمة بدون مواجهة الغرب مباشرة. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً أعده بين هيبرت وأمي كين، قال فيه إن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط وتدخل مكانها الصين التي وسعت من علاقاتها مع دوله من خلال استثمارات في مشاريع البنية التحتية والتعاون في مجال الأمن والتكنولوجيا. وأشار فيه إلى زيارة 5 مسؤولين من دول الخليج إلى الصين في كانون ثاني يناير الماضي لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والبنى التحتية. وفي تركيا أعلن أهم دبلوماسي عن تعهده بالقضاء على التقارير الإعلامية التي تستهدف الصين. وفي إيران ضغط وزير الخارجية باتجاه تحقيق تقدم في اتفاقية استثمار 400 مليار دولار أمريكي وعدت الصين بها البلد. في ظل حالة الإجهاد التي تعاني منها الولايات المتحدة من الشرق الأوسط بعد عقود من الحروب والاضطرابات وتحاول تحديد تورطها بالمنطقة، قامت الصين بتوطيد علاقاتها مع أصدقائها وأعدائها في المنطقة. وتعلق الصحيفة أن الصين لا تزال بعيدة عن منافسة الدور الأمريكي الضخم في الشرق الأوسط، لكن دوله تتطلع وبشكل متزايد إلى بيجين، ليس لشراء نفطهم ولكن لكي تستثمر في بناها التحتية والتعاون في مجال التكنولوجيا والأمن، وهو توجه قد يزيد لو قررت الولايات المتحدة الخروج. وأكدت الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان وأفغانستان حاجة الصين لعلاقات مستقرة في المنطقة، وزادت محاولات التقارب بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بعد 20 عاما فيها وقرار وقف العمليات القتالية في العراق. ويترافق هذا مع استمرار واشنطن بالحديث عن الصين كأولوية للسياسة القومية الأمريكية،
مما قاد عددا من حلفائها للاستنتاج أن اهتمام حليفتهم واشنطن في مكان آخر. ويرى محللون أن ابتعاد الصين عن السياسة والنزاعات التي تعاني منها المنطقة قد يكون عقبة لتوسعها فيها. وبنفس المقام ظلت علاقات الدول العربية خاصة الحليفة مع أمريكا حذرة ودون أن تثير غضب واشنطن. نشر موقع ذا هيل مقالا لجون هولزمان مدير جون هولزمان انتربرايزز والعضو الدائم في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية عن التعاون الأمريكي القطري لحماية أوروبا الضعيفة من نفسها. وقال بدون شك أصبحت الأزمة الأوكرانية عالمية وتحاول الولايات المتحدة التعاون مع حلفائها الذين تثق بهم. ودعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى البيت الأبيض للتشاور مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنقاذ الاتحاد الأوروبي الحليف الضعيف من دمار محتمل. برغم هذا التفاعل الدبلوماسي الذي يبدو معقداً إلا أن سبب هذه الاستراتيجية غير التقليدية واضح، وهو أن قطر لديها ثاني أكبر قدرة تصدير للغاز المسال في العالم، أما الولايات المتحدة فتأتي في المرتبة الثالثة، ويمكن للبلدين التعاون معاً لإحداث فرق حال قررت روسيا التي تعتبر سادس مصدر للغاز في العالم إغلاق صنابيرها على أوروبا، أو تعرضت شركة الغاز الروسية العملاقة غاز بروم للعقوبات. ولو قررت روسيا غزو أوكرانيا وتم فرض العقوبات عليها، فستكون الورقة الجيواقتصادية هي السلاح المفضل لدى الكرملين. ولطالما حذر الاتحاد الأوروبي ولسنوات بأنه سيجد نفسه في هذه الحفرة، وأن الكرملين قد يحول أنابيب الغاز التي تتدفق نحو أوروبا إلى سلاح، وتمنح الهيمنة على احتياجات الطاقة الأوروبية السياسة الخارجية الروسية على المدى القريب فيتو، يحد من اتخاذ أوروبا وألمانيا مواقف متشددة من موردي الغاز الرئيسيين. وفي ظل هوس أوروبا بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، فقد ظلت وعلى مدى الجيلين الماضيين منشغلة بطرق التخلص من الطاقة الأحفورية، وهو ما أعماها عن مخاطر رهن نفسها للغاز الروسي الذي باتت تعتمد عليه بشكل كامل. وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحد من توريد الغاز إلى أوروبا منذ الخريف الماضي، وباتت أوروبا نتيجة هذا تواجه خطر المعاناة من أسوأ أزمة طاقة في ذاكرتها، ما قد يدفع اقتصادات أوروبا الهشة نحو الركود العميق. وهنا تدخل قطر للمعادلة، فقد طلب الرئيس من أمير قطر تحويل التصدير الضخم من الغاز نحو أوروبا المنكوبة في حال اقتضت الضرورة. وعبرت قطر التي تعتبر إلى حد بعيد المنتج الأكبر في العالم للغاز المسال الأقل تكلفة في العالم والحليف القوي للولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها لمناقشة الأمر، لكن عملية إنقاذ أوروبا من نفسها ستكون معقدة. في خبرنا المنوع نقرأ بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي أعلنت خبرا في خبرها استحواذها على لعبة ووردل والتي تحولت لظاهرة في غضون 4 أشهر فقط، ويستخدمها ملايين الأشخاص حاليا في صفقة بلغت قيمتها ملايين الدولارات. وتقوم اللعبة التي ابتكرها المهندس جوش واردل على اكتشاف كلمة من 5 أحرف في 6 محاولات فقط، وتضع المنصة كلمة واحدة فقط يوميا. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اللعبة التي أطلقت في أكتوبر تشرين الأول الماضي لم تكن تعد سوى 90 لاعبا مطلع نوفمبر تشرين الأول، وارتفع عدد اللاعبين إلى أكثر من 300,000 لاعب مطلع يناير كانون الثاني، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن ملايين الأشخاص باتوا يلعبون اللعبة يوميا. هذه اللعبة التي اشترتها مقابل مبلغ سباعي الأرقام لا يتجاوز سقف 5 ملايين دولار أمريكي. ننتقل الآن لمتابعة الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا نصل لختام حلقتنا لنهار اليوم في برنامج صدى الأقلام. أشكركم لطيب المتابعة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم.